في إطار تطور فلسفة التنمية المجتمعية، ظهرت جمعية سوريا المدنية كتجربة متفردة على أرض الواقع تعنى بنواحي التنمية بأوسع مفاهيمها، من العمل المجتمعي إلى العمل الإغاثي ثم إلى العمل التنموي والفكري والثقافي. وقامت الجمعية بفعاليات ونشاطات عديدة، كان آخرها وضمن فعاليات الدورة الثالثة من أيام دمشق للإبداع الفني بدار الأسد للثقافة والفنون، تم تكريم العمل الفني الدرامي شوق. تفاصيل أكثر رح نتعرف عليها مع مؤسسة جمعية سوريا المدنية الدكتورة ربا ميرزا. يسعد صباحك وأهلا صباح وسهلا الخير، فيكي. يا أهلا فيكم. أهلا يسعد فيكي. صباحك دكتورة. صباح النور. بالبداية خلينا نبلش من آخر إيفنت، وهو يمكن تكريم أبطال مسلسل شوق. يعني شفنا على يمكن على الشاشات التلفزة، وشفنا على العديد من مواقع التواصل الاجتماعي الصور كيف ضجت، والإعلام كيف ضج بهذا التكريم. خلينا نحكي عن التحضيرات، وخلينا نحكي يمكن عن الدعاوي وعن المؤتمر الصحفي وأيضا عن الإيفنت. بس بدي أوضح فكرة العمل مزبوط للكل. أوكي. هي اسمها أيام دمشق للإبداع الفني. هي فكرة وعمل من أحد أعمال جمعية سوريا المدنية، وهي الدورة الثالثة. صلنا 3 سنين عم نقوم بهذا العمل، طبعا عم نسعى لتطويره كل سنة أكثر من سنة. كان في قبلها تكريمة لباسل الخطيب وأيضا نجدة أنزور. أول سنة كنا مع أستاذ باسل الخطيب، السنة الثانية كنا مع أستاذ نجدة أنزور، والسنة كنا مع السيدة رشا شربتشي. هو مانو تكريم بحقيقة، هو إضاءة على كل عمل يحترم العقل السوري، وهذا أحد أهداف جمعيتنا، الاهتمام بالفكر والعقل السوري لتنمية المجتمع. وبما أنه الفن يحمل رسالة، وبما أنه قادر على أن يدخل إلى كل بيت وإيصال هذه الرسالة إلى أكبر، وجهنا لفكرة الفن ليس الدرامي بشكل خاص، إنما أي فن، الموسيقى، النحت، الرسم، الفن الدرامي، الغنائي، أي فن يخدم رسالتنا وقضيتنا وقضية مجتمعنا. السنة كنا مع شوق، أو اخترنا العمل الدرامي شوق لعدة أسباب. أول شيء هو العمل اللي كان مميز ككتابة، كنص، كاحترام للفكر والعقل، كترسيد لبعض القضايا اللي بتهم المجتمع برسائل مجتمعية كان عديدة، أهمها تكلم عن نساء المختطفات، معاناة السبايا، ويمكن هو العمل الوحيد اللي حكى نتطرق له الموضوع عن النساء المختطفات وشو شافوه بمناطق سيطرة الإرهابيين. حكى بشكل كتير حلو عن الطبقة الوسطى اللي قوية بمجتمعنا، هالطبقة الصامدة اللي بتعطي المجتمع توازنه. حكى كتير حلو عن الأطفال يلي كانوا عايشين بظل المناطق اللي مسيطرة عليها الإرهاب. هالأطفال شو شافوا؟ صورهم بصورتين، أطفال ممكن يتقبلوا القتل، وأطفال كانوا عم بيبعدوا وشهم وعم يضطربوا من مناظر القتل. من هالفكرة هي ولدت فكرتنا السنة. الأطفال هن جيل سوريا، الأطفال هن جيل المستقبل. صحيح. توجهنا مباشرة لفكرة الأطفال اللي عم بيشير إلى المسلسل، وأخذنا أطفال عاشوا بمناطق تشبه ما صوروا المسلسل، وبالتالي توجهنا لإلهم، دربناهم، هن محتضنين. لاحظنا أنه من خلال المحبة، من خلال العمل، من خلال الفكر، من خلال الاحتضان والاهتمام، هالأطفال استطاعوا أنه يثبتوا شخصيتهم من جديد، يشعروا بانتمائهم للوطن من جديد، يشعروا بالمحبة الفظيعة، رجعت البسمة لإلهم، رجعت القوة ليحسنوا يبنوا وطنهم من جديد. بالتالي أسقطنا العمل على الأطفال، وكان تكريم منا، تكريم شوق، من الكاتب إلى المخرج إلى الفنانين إلى شركة الإنتاج إلى جميع العاملين بهذا العمل، والأطفال اللي بيمثلوا حقيقة العمل. دكتورة، يمكن مثل ما حكيتي أنه الدراما هي رسالة عم تعكس الواقع ولازم تحمل رسالة وطن، وأنتو يمكن قمتوا بتكريس التكريم لهي الرسالة لحتى تلامس حياة وتفاصيل السوريين. كنا عم نحكي تحت الهواء أنا وياكي وليا عن المشهد الجميل اللي شهدتوه بهي الفعالية. خلينا نروح نشوف أجواء الفعالية مع زميلتنا سالي شار، نرجع من كافي حديثنا. نرجع من كافي، بتمنى.
حاول تصرفات مدرستي، شو رح يبارك، أنا رح موت، كيف نصيب الشرب؟ الحقيقة قلت له شو أنا عايشة. أنا عروس ما رح أكسر. ليش مين بيعرف الناشطة الميدانية روسال؟ ما شاء الله صورك وفيديوهاتك مع بيو الفيسبوك والنت. هيك معلومات في فصيل مدري إصابي ومجموعة القاتلين، هلا تماما ما بنعرف مين بنتهم. بس اللي تأكدنا منه إنه أنا خاص في أكثر من 200 مرة وما حدا بيعرف ليش. والله مستعد بيع اللي خروج اللي تحت المسجد الوسط. أنا عطروز ما رح أكسرها. هلا اللي عم بعمله صح ولا غلط فعلا ما بعرف. بس ما حتخلي بالكم. يا صدى الأوجاع عم تنده عمين، يا القلب رجاع شو حرقت سنين، حب عمري ضاع والحلم انسى، الحلم انسى. مدام، بعد ما شفنا لقطات من تكريم مسلسل شو، كان من ضمن الإيفنت في مشاركة لكورال أو لجوقة خلينا نسميها المنار، خلينا نحكي عنها. يمكن حكينا تحت الهواء أنه الأولاد أنت راهنت عليهم وحطيت ثقتك الكاملة فيهم، وخلينا نقول أنه بيضوا الوش. بيضوا الوش كتير. نعم. حقيقة هني أطفال عم تحتضنهم منارة من منارات دمشق اسمها منارة باب شرقي. عم بيلاقوا فيها المحبة، الاهتمام، متابعة بالتعليم بالعمل، وطبعا هي تابعة للأمانة السورية للتنمية. مشكورين عم يعطوا كل هالاهتمام لكل هالأطفال. هي جوقة كتير جديدة من مجموعة من الأطفال اللي كتير منهم عندهم معاناتهم الخاصة بظل هاي الحرب، مثل مجموعة الأطفال السوريين عامة. راهننا انه بالاهتمام بالعمل عليهم بالموسيقى ممكن يطلع معهم شيء، وانه ممكن يقدموا لنا رسالة هالعمل. والحقيقة مسرح الأوبرا ما هو مسرح عادي، فهو مسرح صحيح. يعني فيه رهبة وخوف، لكن راهننا انه ممكن ننجح فيه. والحقيقة بالشغل وبالعمل والمتابعة وكله عمل، حتى اللي عم بيدربوهم مشكورين، كلهم ناس متطوعين معهم، من الأستاذ طاهر، الأستاذ خالد، من المتطوعين بالأمانة السورية، كلهم من العاملين فيها اشتغلوا معنا إيد بإيد سوا كنا، وطلعنا بنتيجة رائعة. كانوا الأطفال مبدعين، كانوا الأطفال أخذوا صدى كبير كتير وحسنوا يوصلوا الرسالة اللي نحن رايدين نوصلها. شفتوا تفاعل الجمهور، شفتي عم تقولي لي دموعهم، شفتي الرسالة الحقيقية، لأنه ما حدا بيريد بوطنه يكون في هذا الألم كله. هن إجوا حاملين معهم هالقصص الحزينة اللي شافوها، واللي أنا قلت إنه زرعوها بشرقنا هالقصص هاي الحزينة. بس حسنوا هالأطفال من خلال هالاهتمام يفتحوا ألف باب. صحيح. بدال باب واحد يفتحوا ألف باب بأصواتهم. يمكن فتحوا أبواب الأمل كمان والاستمرارية، إنه هن الجيل القادم اللي هو جيل الحرب اللي تعلم كتير وكبر يمكن وصار بيعرف، صار جيل واعي. خلينا دكتورة نحكي، بما أنه خلصنا على الحكي عن طبعا تكريم لمسلسل شوق، نحكي عن نشاطات سوريا المدنية بشكل عام بعام 2017. شو كانت أهم النشاطات اللي عملتوها واللي قدمتوها؟ بدي أقول لك أهم نشاطاتنا بال2017. سوريا المدنية بتحترم كل عمل
يهتم بالعقل والفكر السوري. انتم بكل المحافظات التنمية بدها تكون على العقل دائما، وبالتالي طبعا نحن منتشرين، لكن بالتالي كانت أهم نشاطاتنا السنة على 2017 شيء أصدروا المكتب الثقافي عنا اسمه سبت سوريا المدنية. سبت سوريا المدنية سبت يعقد كل تاني سبت من كل شهرين بمعدل 6 مرات بالسنة، راح تكون السبت القادم آخر سبت عنا بسنة 2017. هو عبارة عن منبر مفتوح لكل قضايا المجتمع، تناولنا فيه القضايا الاجتماعية والمعيشية، تناولنا فيه القضايا القانونية، فعملنا جلسة عن قانون الأحوال الشخصية وكان له وقع كتير كبير. بعد دراسة لهذا القانون استمر معنا حوالي سنة كاملة. عملنا في مرة منبر سياسي، تناولنا في حروب القرن 21، كان مرة منبر للتعليم والمناهج، وكان لنا دور كتير كبير بالدخول بهذا الدومين أو هذا المجال يلي بيفتح أفق ورؤيانا حول مناهج التعليم. كمان رح يكون عنا رح نتكلم شيء عن الاقتصاد السوري بالسبت سوريا الأخير، وكان من أهم المنابر اللي عم ينعقد بالمركز الثقافي بأبو رماني. نعم مدام ربا، يمكن بنهاية العام دائما بنحكي هيك جملة، خلينا نقول قديش يمكن راضية عن عمل الجمعية لعام 2017، وشو هي تحضيراتكم القادمة لعام جديد ويمكن افتتاحية جديد ل 2018؟ لك رضا كامل دائما، ما في رضا كامل. العمل على الفكر والثقافة والعقل أول شيء بياخد وقت كتير طويل، نتائجه ما بتكون ملامسة بشكل مباشر، بتاخد وقت لتشعري بنتائجها. تانيا مهما اشتغلتي بتحسي انك انت مضطرة تشتغلي اكتر واكتر واكتر. يا رضا كامل اكيد دائما ما في رضا كامل. عنا طموح كتير كبير انه نوسع، عنا مؤتمرات قادمة الى وقع بعتقد رح يكون قوي، بتأمل عم نطور كمان 29/11 لناخد شيء ايضا بلامس الفكر والعقل السوري. مثل ما قلت بتمنى نكون نحن عم نوضع استراتيجية 2018، رح يكون وضعها بآخر 2017. بنتأمل نكون عقد المسؤولية، سوريا بتستاهل كتير. وبحب أقول إنه كل إنسان لازم يكون عنده دافع ذاتي للاهتمام بكل ما يخص وطنه. صحيح. ما في داعي حدا إلنا، لأنه هذا لازم ينبع من الذات. سوريا بلد بحاجة لكل جهد من الصغير لأكبر إنسان موجود لحتى نرجع نبنيها مثل ما بدنا نحن. إن شاء الله يا رب. شاء الله. دكتورة يمكن كمان خلينا نحكي إنه جمعية سوريا المدنية بتحمل من اسمها نصيب. أكيد. فخلينا نحكي شوي عن هي الجمعية وتوجهاتها، هل هي جمعية خيرية أم تنموية؟ وخاصة نحن بهال7 سنين اللي مرت فيهم سوريا يمكن شهدنا كتير من عمل الجمعيات التطوعية، واللي دائما بنقول إنه هي البحث اللي بتسند الجرة. فخلينا نحكي عن عمل الجمعية بشكل عام، شو بتتميز عن باقي الجمعيات؟ نحن ما تطرقنا للعمل الخيري بمعنى المعروف والمتداول. طبعا وقت كل إنسان بيحسن يعمل عمل خير، وهذا من سمات الشعب السوري، هو قادر. لكن نحن ما تطرقنا للعمل الإغاثي. نعم. ابدا. نحن من وقت تأسيسنا عملنا تنموي فكري بحت. فكان عندنا كثير مؤتمرات بتهتم بالواقع السوري، من إعمار إلى البناء إلى الفكر إلى الخوف ما بين التوجه ما بين المدنية أو الانجرار إلى مكونات ما قبل الدولة. هذا مجمل كانت هي أعمالنا. منركز جدا على العمل التنموي. نحن كان فكرنا الاعتماد على العمل الخير وليس الخيري. بمعنى عدم اعتماد الشعب السوري فقط على الإعانات، مع ضرورة التركيز على أهميتها نتيجة الظروف القاسية اللي بمر فيها الشعب السوري. نعم. في مجمل أفكارنا. نعم. دكتورة ربا ميرزا رئيسة جمعية سوريا المدنية، نحن كتير بدنا نتشكرك، وبدنا نتشكرك رعاية أفكار ثقافية ورعاية نشرة بالشكل
بالشكل الصحيح. وبدورنا بدنا نوجه تحية لكل أعضاء جمعية سوريا المدنية، موفقين بأعمالكم ويعطيكم ألف عافية وشكرا كثير لكم. بشكركم كثير. وأنا مؤسسة من مؤسسي الجمعية. نعم. وأنا كمان بتشكر استضافتكم ومتابعتنا بالفعالية، وجودكم كان قوي وعطانا قوة وغنى. أكيد شكركم كثير. نحن كصباحنا غير والإخبارية السورية دائما منبر لكل الفكر الثقافي والتنموي. أكيد. وأكيد مثل ما قلنا أنه سوريا علمانية تحمل من اسمها نصيب، فشكراً وإن شاء الله موفقين ب 2018. شكراً 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 شكراً. محطتنا التالية.